Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. Dans cette vidéo, on va faire une leçon de l'activité du lexique qui concerne autour de voyage et de la découverte. وبالضبط في l'unité 4 من programme ديال 5e année de l'enseignement primaire, mes apprentissages en français. كنتمنى أنكم تكونوا كتستافدوا معايا في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. كندعوكم للاشتراك مرة أخرى. اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش يبقى وصلوه جميع الفيديوهات اللي كنقدم ويزيد يدعم المحتوى الهادف باش يوصل عدد كبير من المستفيدين إن شاء الله. دونك كما قلت لكم اليوم غادي نديرو الدرس الاول في لونيتي 4 في الوحده الرابعه ديال ليكسيك اللي كيتعلق بالاوتور دو فواياج اي دو لا ديكوفيرت ستادير غادي نتعرفوا على الكلمات او الفوكابولير او الليكسيك ديالاش ديال الفواياج اي دو لا ديكوفيرت ديال السفر والاكتشاف السفر والاكتشاف دونك غادي نبداو بلا روبريك جوبسيرف اي جو ديكوفر يعني الاحظ واكتشف غادي نقراو هنايا واحد لو تيكست هنايا فيه مجموعة من الكلمات اللي عندهم علاقة بالفواياج ومجموعة من الكلمات اللي عندهم علاقة بالديكوفيرت الاكتشاف. Donc je vais vous lire, suivez avec moi s'il vous plaît. Voyager, c'est se déplacer, aller à la découverte d'autres lieux, pays ou continents. C'est partir à l'aventure en train, en voiture, en caravane, en avion, en bateau, etc. Quand la destination est choisie, il faut organiser le séjour, préparer le passeport, demander le visa si nécessaire, acheter les billets d'avion ou tickets de train et réserver selon ses choix et moyens dans un hôtel, une auberge, une pension de jeunes, etc. Il faut aussi prévoir un budget pour la nourriture, le transport sur place et les achats, etc. Que les destinations soient proches ou lointaines, il offrira aux voyageurs de multiples découvertes, les paysages, mers, montagnes, déserts, les monuments historiques, la langue et la culture du pays, les spécialités culinaires, etc. Voyager, c'est oublier la routine et apprécier le changement. Donc, هذا هو le texte ديال départ ديال j'observe et je découvre. حاول نشرح لكم. Voyager, يعني انك تسافر, c'est se déplacer, يعني انك تتحرك. Aller à la découverte d'autres lieux, يعني انك تمشي تكتشف أمكنة أخرى. Pays, يعني تكتشف أمكنة أخرى, بلدان جديدة, قارات جديدة. C'est partir à l'aventure en train, يعني تمشي راكب على التران ولا في الفواتور ديالك, الطوموبيل ديالك, ولا اون كارافان, يعني داك بحال واحد الكاميون اللي هو متنقل وفيه مجموعة ديال الحاجات اللي غادي تحتاجها في هاد الفواياج, تنعس فيه, تاكل فيه, اتسيتيرا. اون افيون, يعني في الطيارة, اي اون باتو, داكوغ. دونك هادو هما لي مويان دو ترونسبور اللي ممكن تستعمل. كون لا ديستيناسيون تشوازي, منين كتقرب السفر, il faut organiser le séjour, préparer le passeport, يعني خصك تقسم وقتك, خصك تحضر الباسبور ديالك, demander le visa الا كنت غادي لبي اخر, تشري البيي, يعني تشري الورقة ديال الطيارة ولا التيكي ديال التران, و تغيزيرفي سولون سي شوا دونز ان اوتر, و تغيزيرفي يعني تشد واحد لوتيل ولا تشد واحد لوبيرج ولا اون بونسون دو جون. هاد لوتيل, لوتيل هو اللي كنعرفوه يعني فندق, اوبيرج و اون بونسون دو جون, يعني مثلا اوبيرج هو واحد البلاصة بحال دار الضيافة, داكوغ, بحال دار الضيافة كيكون فيها مجموعة من الأسير راكنة في بيت واحد مثلا, بحال لوتيل لا, كيكون داكشي كل واحد ببيتو, داكوغ. اون بونسون دو جون يعني بحال دار الشباب بحال هيدا. Il faut aussi prévoir un budget, يعني خصو يكون عندك فلوس, pour la nourriture, من أجل الماكلة, pour le transport sur place, يعني من أجل التنقل, و من أجل les achats, يعني بغيتي تشري شي حاجة. Que la destination soit proche ou lointaine, يعني سوا كانت الوجهة قريبة أو بعيدة, elle offrira aux voyageurs de multiples découvertes, يعني هذا لو فواياج كي offrir, يعني كيعطي للمسافرين بزاف ديال الاكتشافات. ممكن يكتشفوا لي بيزاج, يعني البحار, الجبال, الصحراء, ديزار. ممكن يكتشفوا لي مونيمون هيستوريك, يعني المعابد التاريخيه ديال هاد البلاد ولا ديال هاد المدينه. لا لونغ, يعني اللغه.
الكولتور دو بيي يعني الثقافه ديال البيي ولا التقاليد، لي سبيسياليتي كولينير يعني مسائل ديال لا كويزين. داكا فواياجي سي اوبليي لا روتين اي ابريسيي لو شونجمون. فواياجي سي يعني انك تسافر هو من اجل انك تنسى الروتين ديال الخدمه يعني اللي كتعاود يوميا، وابريسي لو شونجمون يعني انك كتفكر في التغيير ديال شي حاجه وكتغيرها. داكوغ، دونك هذا هو لو تيكست دو ديبار. الان غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون بروبوزي دون لا روبريك جو مانيبول اي جو ريفليشي. داكوغ، لا بروميير كيسيون سولين لي فيرب دو بروميير باراغراف. دونك غادي نمشيو للبروميير باراغراف وغادي نسطروا على لي فيرب. ما قالولناش لي فيرب كونجوغي، قالولنا سطروا على لي فيرب وصافي، يعني غادي نسطروا على كاع لي فيرب اللي كاينين في الفقره الاولى. داكوغ، دونك هنا عندنا في الفقره الاولى نسطروا على لي فيرب. دونك فواياجي سي ان فيرب، فيرب ان انفينيتيف. داكوغ، ما مصرفش. سو ديبلاسي حتى هو فيرب، الي حتى هو فيرب، بيي اون كونديسيون، سي بارتيغ لو فيرب بارتي سي ان فيرب، افونتور اون تران، هادو هما لي فيرب. ونزيدو حتى اي سي لو فيرب اتر. داكوغ، حنا قالولنا لي فيرب، ما قالولناش لي فيرب كونجوغي، وما قالولناش غير لي فيرب اللي هما ان انفينيتيف. داكوغ، يعني لي فيرب كلهم. سي بيان، دابا غادي ندوزو لكيستيون 2. Alors la deuxième question, quels sont les moyens de transport cités dans le texte? Je n'ai pas les moyens de transport. Yani wasa el naql li kaynin f had le texte hada li hedro alihom f le texte. Donc hna hedrna f le texte ala les moyens de transport suivants. Regarde, عندنا le train. Le train. عندنا voiture. عندنا en caravane, yani caravane. Avion. عندنا باتو. داكوغ، هادوما هما لي مويان دو ترونسبور اللي استعملناهم واللي كاينين في هاد لو تاكس دو دو بار. داكوغ، سي تخي بيان. اون باس مانتونون ا لا تخوازيام كيستيون. لا تخوازيام كيستيون، شوفوا معايا، انتبهوا معايا. La troisième question, voilà. Quels sont les endroits où on peut dormir cités dans le texte? Yani fina huma l'amkina, yani l'blaïs li moumkin nassou fihom, ou li kinin f'le texte. D'accord? Fina huma l'blaïs li moumkin nassou fihom. Ha huma. Donc, bach safar qallak khassak t'réservi, yani annak t'hjiz, annak t'hjiz wahed l'blaça, yani wahed l'bit, ou la wahed l'sarir. D'accord? Fain, l'hôtel, un hôtel. Moyen. Andi, auberge. Une auberge. Auberge. On dit une pension. Une pension de jeunes. D'accord? Une pension de jeunes. Bhal wahed dar ash-shabab. Une pension de jeunes. D'accord? C'est très bien. Je vous la quatrième question. À quel thème te font penser les réponses que tu as trouvées? Donc, voyage, voyage et de la découverte. Hein, pour le du voyage et de la découverte. C'est très bien. Découverte. Découverte. Ça fait. Donc, on va s'aligner les questions de la rubrique j'observe et je découvre. D'abord, on va s'aligner les questions. Je retiens. Je retiens. On va s'aligner les questions. Donc, les mots ou groupes de mots qui te font penser à un même thème forment un champ lexical. Le kalima ou le bzaf de la kalima, le kidlou à la nafs le majel. Qu'est-ce que nous avons un champ lexical? Un champ lexical. Maintenant, on va s'aligner les légumes. غنقولوا لو تيم ديال لي ليغوم الخضر، وغنقولوا لي ليغوم اللي كنعرفو كاروت بوم دو تيغ بوتيغون فيف ايتترا. داكوغ، يعني داك الخضر كاملين داخلين في لو تيم ديال الخضر. داكوغ، تيم ديال لي ليغوم. دونك لي ليغوم هو شان ليكسيكال. ايل بوف اتر دي فيرب، ممكن يكونوا افعال، ممكن يكونوا دي نو يعني اسماء، ممكن يكونوا دي ادجكتيف يعني صفات. بور لو شان ليكسيكال دو مو فواياج اون روتيندرا. دونك بالنسبه لو شان ليكسيكال ديال لو مو فواياج، هادو هما الكلمات كيدلو علاش على لو تيم دو فواياج. داكوغ، عندنا فواياج، ديكوفيرت، سوفونير، باجاج، مونيمون هيستوريك، بيزاج، باسبور، فيزا، بيي دو تران ولا دو باتو بيان دو لافيون، لارجون، فواياجور، اجونس دو فواياج، فيزيتور، توريست، ديستيناسيون، بيي، فيلاج، فيل، انتيريور او كوتيير، ايل، مير، بلاج، مونتاني، ريفيير، ديزير. Type de voyage, voyage organisé, croisière, voyage en famille,
en groupe, individuel, linguistique, d'affaires, culturel, transport utilisé, c'est bicyclette, ou bien voiture, ou bien train, avion, bateau, autocar, camping, car, endroit où on peut dormir, endroit où on peut dormir, c'est l'hôtel, l'appartement, l'auberge, club, chalet. Des verbes, voyager, découvrir, explorer, traverser, réserver, payer, embarquer, choisir, acheter, prendre des photos. Des adjectifs, lent pour beau, belle, jolie, jolie, magnifique, etc. D'accord? Donc, هادشي اللي كان عندي في هاد لا فيديو ديال اليوم. باش ما يكونش لا فيديو طويل غادي نخلي لي زيكزارسيس دونترينمون اي دو ليفالياسيون الفيديو اخر ان شاء الله. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.